أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم تعليم المسيح. بنرحب بكم وبنشكركم على استضافتكم لينا في بيوتكم من خلال البرنامج. معنا موضوع النهاردة نحب نتناقش فيه، موضوع من المواضيع الاجتماعية الحساسة، موضوع الطلاق، وده موضوع كبير. وعلشان نقدر نتكلم فيه ونفصص شوية ما هو تعليم المسيح فيما يخص الطلاق، استضفنا معنا ضيف عزيز علينا القسيس جورج عزمي. أهلا وسهلا بك حضرة القسيس. أهلا بحضرتك جناب القسيس، أهلا بك. إحنا سعدة جدا أنك تكون موجود معنا مرة تانية في البرنامج. وأنا كمان شرف لي، شكرا. ربنا يباركك. أمين. حضرة القسيس، قبل ما نتكلم عن موضوع الطلاق، لأن الطلاق ابتدى يتفشى كظاهرة اجتماعية للأسف دمرت الكثير من العائلات وأنتجت الكثير من الأطفال المدمرين قبل أن يخرجوا للحياة. صحيح. فمهم جدا أن احنا نفهم إيه تعليم المسيح فيما يخص أمر الطلاق. خلينا نقرأ مع بعض كام آية من تعليم المسيح في إنجيل البشير متى أصحاح 19 وعدد 3. وجاء إليه الفريسيين ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ نقرأ كمان آيتين من متى 5 برضو أصح 5 عدد 31 و32. وقيل: من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. يبدو أن المقاييس اللي حطها الرب يسوع لموضوع الزواج والطلاق مقاييس عالية جدا. صحيح. وربما تكون صعبة على الكثير من الناس أن يعيشوا بها. صحيح. أنا شايف أن قبل ما ندخل في موضوع الطلاق يمكن يكون مهم أن احنا ناخد تعريف سريع عن مفهوم الزواج حسب تعليم المسيح. ما هو الزواج المسيحي؟ ما معناه؟ صحيح. حلو أوي نحن نتكلم عن الزواج، وأنا عايز أقول أن الزواج والأسرة هي مشروع الله من البدء. الله لما خلق آدم ورأى عنده احتياج فخلق له حواء معينا نظيره. فالزواج هو مشروع إلهي، هو فكرة إلهية، هو ترتيب إلهي، مؤسسة الله صنعها، الله هو اللي عمل المشروع ده والله متكفل بيها. الرب عمل مشروع الزواج عشان الإنسان يستريح، يستمتع، يعطي، يتآنس بشخص آخر، يمارس حياته كإنسان مخلوق على صورة الله. فالله عارف احتياجاتنا وبيرتب لنا احتياجاتنا من خلال الزواج. ده صحيح. وحاجة مهمة قوي ان العيلة زي ما قال حد كده، العائلة أيقونة الله، بمعنى انه العيلة بتعكس شخصية الله. بمعنى ايه؟ انه آدم وحواء شخصين مختلفتين بس في واحدة، فالله واحد لكنه مختلف او متعدد في ذاته. فلما نشوف عيلة نقدر نشوف من هو الله اللي خلق هذه العيلة. فتعددية ووحدة في نفس الوقت، الاثنين يكونوا جسدا واحدا. لما نشوف الحب، الله المحب، نشوفه في العيلة، الراجل بيحب مراته والزوجة تحب زوجها، فالمحبة المتبادلة اللي هي صورة الله نراها في العيلة. الاحترام والإكرام، صفات الله الأدبية تنعكس في الزواج. فالزواج مشروع يعكس شخصية الله وصفات الله وذات الله نفسه. ويمكن عشان كده الكتاب المقدس أكثر من مرة استخدم الزواج كصورة للعلاقة بين المسيح والكنيسة. بالزبط. من أكثر الصور اللي استخدمت في الكتاب المقدس لتشبيه علاقتنا بالله هي صورة الزواج. صحيح. صحيح. احنا طبعا موضوع الزواج موضوع كبير، وهنضطر نفصل حلقة مخصوص قائمة بحد ذاتها عن موضوع الزواج، وده احتياج فعلا. لكن خلينا نركز النهاردة شوية في موضوع الطلاق. المسيح لما كلم الكتبة والفريسيين اللي جوم أصلا مش عشان يعرفوا لكن عشان يجربوه، صحيح، فقال لهم أن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم، فإن كان الله أعطاهم قانون هل يتسامح الله في هذا القانون من أجل قساوة قلوبهم؟ كلام المسيح هنا معناه أنه مش قصد الله أن يكون في طلاق. فالطلاق ده ليس في مشيئة الله، لكن هنا يقول من أجل قساوة قلوبكم وأذن لكم موسى. فهنا المسيح فرق بين مشيئة الله أنه مفيش طلاق وبين الإذن. وبين الإذن.
ما بين كلام الله الأصلي إنه من البدء خلقهما رجل وامرأة ويكون جسدا واحدا، وبين تصريح موسى فقال لهم دي مش مشيئة الله، ده تصريح موسى هو اديه لكم. في فرق بين كلام الله وكلام موسى. وهنا النص ده في حاجات كتير تتفتح فيه، يعني مثلا ليه يعني ايه راحوا يجربوه ويعني لكل سبب. الوقت ده كان في مدرستين للطلاق ايام المسيح، المدرستين للمعلمين اليهود بالظبط، مدرسه اسمها هليل ومدرسه اسمها شمعي. بتوع هليل دول قالوا الراجل من حقه يطلق المراه لاي سبب لاي عله، ولكن شمعي ده كان متحفظ جدا، قال ما فيش غير عله الزنا بس ينفع الراجل يطلق مراته بسببها. وبعدين لما جم للمسيح قالوا انت بقى تابع عني مدرسه، انت تبع هليل ولا شامعي، انت مع المدرسة اللي بتقول لأي سبب نطلق ولا تبع المدرسة اللي بتقول انه في اسباب محددة نطلق منها. فالمسيح قال انه قصد الله الازلي انا لا مع المدرسة دي ولا مع المدرسة دي، انا عندي مدرسة اصلية واصيلة اللي هي انه مفيش طلاق الا لعلة الزنا. مشكلة الطلاق اللي حصلت والمناقشات الكتيرة ومدارس الكتيرة جت من بعض الآيات في العهد القديم. زي في سفر التثنية أصحاح 24 الأعداد الأولى يقول كده: إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأن وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. المشكلة ظهرت بقى عند حكاية عيب شيء دي. طب احنا عيب شيء دي هتحتاج وقت اطول. صحيح. واحنا هنحتاج ان احنا ناخد فاصل. وبعد الفاصل محتاجين ندرس شويه ايه معنى عيب شيء وايه معنى كلمه اطلقها من بيته. صحيح. امين. اعزائي المشاهدين هناخد فاصل مع بعض، ان امكن جهزوا ورقه وقلم عشان تاخدوا طريقه الاتصال بينا من على الشاشه، هتظهر ارقام التليفونات وازاي تتواصلوا معنا بطرق متعدده. نحب نسمع منكم، نحب نكمل معاكم ونشجعكم علشان تقدروا تعيشوا حياة أفضل وتتعلموا ما هي تعاليم المسيح وإزاي دي تكون سبب بركة لحياتكم الشخصية ولبيتكم. نراكم بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى لاستكمال الحلقة معنا في هذا اليوم عن موضوع الطلاق وماذا علم السيد المسيح في موضوع الطلاق. نستكمل الحديث مع ضيفنا العزيز الأسيس جورج عزمي. أهلا وسهلا بك مرة تانية حضرة الأسيس. أهلا بيك نبيل الأسيس. احنا سعدة جدا إن أنت معنا وتفتح لنا الموضوع شوية. ابتدينا الكلام عن المدرستين أو الطائفتين المتنازعتين فيما يخص موضوع الطلاق. وحضرتك ذكرت الشاهد اللي قاله موسى في سفر التثنية صح 24 اللي هو بيوضح لنا معنى كلمة كل سبب. عاوزين حضرتك تضيف لنا شوية في الموضوع ده توضح لنا الصورة أكتر. أوكي. في التثنية موسى كان بيتكلم عن حالة استثنائية مش قاعدة عامة. بمعنى بيقول إذا واحد خد زوجة طلع فيها عيب شيء، وبعدين كتب لها كتاب طلاق. فأولا عندنا شوية إنات اللي لم تجد نعمة في عينيه، وبعدين إن وراحت اتجوزت واحد تاني فإن أبغضها الرجل الأخير، وبعدين إن رجعت مرة تانية للرجل الأولاني فما ينفعش ياخدها. بمعنى إن هنا تشريع خاص لحالة خاصة مش مفترض إن كل الشعب يمشي عليها. جات مشكلة بقى عيب شيء. عيب شيء دي يعني مش واضحة شوية، ممكن تساعدنا في توضيحها؟ هم قعدوا يختلفوا، فواحد راح يقول له موسى يعني عيب شيء يعني مثلا لو ما عجبتنيش، ولا عيب شيء اللي هو ايه؟ فالناس قالوا عيب شيء او المدرستين دول، عيب شيء يعني شيء عيب، لقى انه بعد ما اتجوزها انها خدعته، ان هي ليست عذراء غير مقدسة، فمن حقه في الحالة دي ان هو يمشيها، تبقى ما يعيش معاها، ده حقه الوحيد. لكن ناس تاني قالوا عيب شيء انه هي مثلا لو جت في وقت ما عملتلوش اكل كويس، الملح كان زايد،
أو مرة هي طلعت بره البيت من غير إذنه، أو مثلا يعني تطرفوا في حكاية عيب شيء دي، وقالوا إنه حتى هي لو لقى واحدة أحلى منها، فلما روح البيت لم تجد نعمة في عينيه، لقى واحدة أحلى منها، فمن حقه إن هو يطلقها. فبقت الحكاية الكلام اللي قاله موسى للشعب لحالة استثنائية معينة، الناس خدوها وراحوا وسعوا بقى الدايرة، فبقى أي حد لأي مشكلة في مراته يعمل إيه؟ يطلقها. يطلقها، عملت أكل وحش، ردت عليه مش كويس، طلعت البيت بره إذنه، لقى واحدة أحلى منها. وده ده اللي كان سيد أيام المسيح. الناس ده المجتمع كان اللي كان ده المجتمع اللي المسيح يتكلم فيه ضد الطلاق. لأنه زي ما قلنا المدرستين دول بتاع هليل ده قال لأي سبب أنت طلق مرتك زي ما أنت عايز، أي وقت أنت عايز تطلق. حضرتك مش شايف أن ده تقريبا نفس الجو اللي احنا عايشين فيه في مجتمعنا الحالي؟ صحيح، كمية حالات الطلاق اللي عندنا رهيبة، وبأسباب تافهة، وناس بتسيب زوجاتها عشان لقى يعني امرأة أفضل أو أجمل أو أحسن. طب هل كان هناك طلاق قبل شريعة موسى؟ قبل شريعة موسى موضوع الزواج ده حاجة اجتماعية، يعني عرف اجتماعي الناس بتصنعه عشان تعمل علاقات وأسر وعائلات. لكن كلمة طلاق جت بعد الشريعة معناها إن حد بيطلق حد، هو بيطلق امرأته. ومعنى هنا كلمة يطلق، الطلاق هنا ويطلق اللي جت بمعنى هنا إنه يديها براءة ذمة. يعني إيه؟ يعني يقول هذه المرأة هي شريفة بس هي مش عجباني، فراح يديها كتاب عشان ما تبقاش طالعة بعارها من بيت جوزها. الناس استحللت موضوع الطلاق ده، والناس طبعا لما تقول لها على مبادئ ضيقة ومبادئ واسعة الناس تمشي ورا المبادئ الواسعة. فلما قفل عليهم حكاية الطلاق لعيلة قليلة، ومدرسة تانية قالت لا لأي علة، فالناس كلها في المجتمع اليهودي لأي سبب لأي علة المريح المريح. فالمسيح قال لا. فهو صدم الفريسيين وصدم الناس ان هو انا مش معاكم في هذا الامر. الهدف الاصيل اللي ربنا عمله ان مفيش طلاق، انه في زواج ويستمر، وان في حاله واحده بس للطلاق التي هي عله الزنا. حضرتك يعني في الزواجات المسيحيه المعروف والمتعارف عليه انه الرجل والمراه يرتبطان معا بعهد الزواج امام الله ابدي، وما يفصلش بينهم غير الموت. صحيح. يرتبطوا مع بعض في الشباب والشيخوخة، في الصحة والمرض، في الفقر والغنى. صحيح. فعايشين مع بعض مهما حصل هنشيل بعض. صحيح. هل الطلاق هو المشكلة الجذرية أم أن هناك مشكلة أعمق من الطلاق؟ وهل الطلاق بيضيف إلى المشكلة مشاكل أكبر؟ للأمانة إحنا وإحنا بنتكلم في هذا الأمر يعني بنتكلم بحساسية شديدة، وبنتكلم برفق، لأن في ناس عندها ظروف خاصة ومتألمة وعندها تجارب، وأصلي إن رب كمان يريحهم ويجاوبهم ويخفف ألمهم في هذه الأمور. فإحنا بنتكلم فعلا بلطف في هذا الأمر. الحاجة التانية في السؤال ده يا أسيس، إن الوصية موجودة لخيرنا مش لإذلالنا. والمسيح لما قال الوصية دي مش قصده يذلنا، لكن قصده خيرنا. الطلاق مش هو الحل، الانفصال مش هو الحل، لكن ان احنا نختار نتحدى انفسنا ونتحدى مشاكلنا ونطلع بره ذواتنا شويه وبره اللي ريحنا ورغباتنا، واتنازل شويه عن حقي، واتنازل شويه واكرم الطرف التاني، والبيت يعدي، واكمل الجواز واكمل عيلتي واحافظ عليها، هو ده الافضل، هو ده المظبوط. عشان كده المسيح كان واقف ضد فكره الطلاق، لان ده الافضل للانسان. الوصيه دي موجوده لخيرنا مش لاذلالنا. فواضح ان الزواج هو مشروع الهي. صحيح. لخير البشر. صحيح. الطلاق هو جاي نتيجه الشر والخطيه، ووسيله بيستخدمها ابليس عشان يدمر كل شيء حلو بيصنعه الله. صحيح. ويمكن الله سمح انه في عله الزنا ادى تصريح بالطلاق. صحيح. لكن هنا في سؤال، انا طبعا بتكلم بمنتهى الحساسيه والانكسار طبعا، لاني شفت حالات كتيره جدا في المشوره والخدمه. ناس حقيقي الواحد قلبه بينكسر علشانهم. صحيح. لكن في حاله الزنا ان كان موسى قال لهم لعله، والمسيح سمح في عله الزنا يصرح بالطلاق،
هل معناه الزنا لابد أن يؤدي للطلاق؟ هو طبعا الزنا معناه كسر عهد، لكن لو في أحد الطرفين عنده قدرة على الغفران، والطرف اللي كسر العهد تاب، والطرف الثاني قبل توبته وقدروا يكملوا مع بعض ويشفوا من هذا الأمر، ليه لا؟ لكن لو ما قدرش حد، يعني ما فيش توبة حقيقية، ما فيش عدم قدرة على الغفران لهذا الأمر، فالكتاب قال خلاص يعني يسيبوا بعض، وهو من حقه يتجوز، أو لو هو اللي زاني هي من حقه يتجوز. لكن لو حصل غفران وتوبة، ليه ما نكملش المشروع مرة تانية؟ عاوز أسأل حضرتك سؤال صعب شوية، لأن أنا شفت مشاكل كتير. الطلاق وأثاره على الأسرة، على الرجل، على المرأة، على الأولاد وعلى المجتمع. صحيح، الطلاق ده زي زلزال بيحصل، وده بيعمل صدمة لكل الأطراف، للراجل، للست، للأولاد، بيخلي الواحد على طول يبقى عرضة للاكتئاب، فقدان الأمان عند الشخص، فقدان الإحساس بالقيمة الذاتية. لأن يكوني أنا لو أنا زوجة وجوزي طلقني، أحس أن أنا يعني قيمة الذاتية فقدت قيمتي عن نفسي وعن ذاتي، والراجل نفس القصة، فقدان القدرة على أن أنا أقدر أحاول مرة تانية، فده مدمر جدا للراجل والمرأة، بيعمل شرخ في النفسية، بيفقد الثقة في الذات. الأولاد بقى دي قصة تانية خالص، يعني حتى في دراسات معمولة على الأطفال الصغيرين اللي لسه ما تعلموش الكلام، اللي والديهم اتطلقوا، قدرتهم على تعلم الكلام تبقى بطيئة، غير اللي عندهم فعالات أسوياء القدرة على التعلم. في أولاد في المدارس بيتخروا في التعليم عشان الأب والأم منفصلين، إحساسهم بعدم الأمان، إحساسهم حتى الأمراض الجسدية زي مثلا التبول الإرادي أو كل الحاجات دي ممكن تصيب الأولاد اللي عندهم حالات طلاق وانفصال. المجتمع كله على الناحية التانية بيتدمر، لأن المجتمع عبارة عن إيه؟ مجموعة من الأسر والعائلات. كل أسرة لو متماسكة، لو قوية، لو بتحب بعض، بتحترم بعض، وبتعلم أولادها كده، فأنا عندي أسرة قوية مع أسرة تانية قوية. العائلات دي هي المجتمع، هي الدولة، هي الدنيا. لو كل أسرة اتهدت، يعني عندي مجتمع اتهد، ضعيف، مجتمع ضعيف مهدود. زي ما قال أحدهم أن الأسرة هي الوحدة لبناء المجتمع. صحيح، تمام. طيب أنا عاوز أقول لحضرتك، يعني إن كان موضوع الطلاق مدمر إلى هذه الدرجة، أنا عارف في بعض الحالات صعب النقاش فيها، وده صحيح، وبقلوب مكسوره بنتكلم في الموضوع ده، وبنتعاطف مع الناس اللي عندها مشاكل صعبه، تمام، بنتعاطف معاهم ولا ندين احد فعلا يعني. لكن ايه بعض الامور الاساسيه التي قد تؤدي الى الطلاق؟ عدم التفاهم مع بعض، عدم الحوار. لما يموت الحوار في البيت تبدا الفجوات تزيد، ممكن البيت يوصل الى الطلاق. عدم احترام الطرف الآخر، البحث عن الذات، كل واحد بيدور على نفسه، كل واحد عايز يغير الطرف الثاني. يعني احدى مصايب العائلات ان الراجل عايز يغير الست، والست عايز يغير الراجل، مع انه الاصح ان كل واحد يشتغل يغير نفسه ويشتغل على نفسه، هو كل واحد يعطي للآخر. لو تخيلنا مثلا ان عندنا طرفين، كل واحد عايز ياخد مش عايز يدي، كم واحد هياخد؟ محدش. لكن لو اتنين كل واحد عايز يدي، الاثنين هياخدوا. غياب الحوار، عدم التفاهم، عدم احترام الطرف الآخر، البحث فقط عن الأنا والراحة الشخصية، إصراري أن الطرف الثاني يتغير، وأن أنا مش بغلط، الطرف الثاني دائما بيغلط، والحكم على الطرف الثاني. كل دي أمور تؤدي لعلاقات مسدودة، تؤدي ممكن إلى انكسار عائلات كثيرة جدا. في العصر اللي احنا بنعيش فيه في القرن الحادي والعشرين، هناك تحديات كثيرة ضد الأسرة التي تريد أن تحيا حياة صحية سليمة. صحيح. تكون بركة للمجتمع وتكون بركة للكنيسة حسب مشيئة الله. هناك حريات متزايدة. صحيح. هناك مساواة في حقوق الإنسان، حقوق المرأة. كل دي حاجات مرات بتتعارض مع تعليم المسيح. الحريات الزائدة، هل الحرية الشخصية تضغى على حرية أو تضغى على مصلحة المجتمع؟ ماذا نفعل لو كانت الحريات الشخصية تتعارض مع تعليم المسيح؟
مبدئيا المسيح ليس ضد الحرية الشخصية، والمسيح محرر عظيم، وتعرفون الحق والحق يحرركم. يحرركم. المشكلة انه الحرية استخدمت بطريقة خطأ، ان كل واحد يدور على نفسه، على ما يرضيه، مش مهم الطرف الاخر. مع ان الحرية الاصلية اني انا اخرج بره عبودية لنفسي، اكون حر من احتياجاتي الشخصية للاخرين. الحرية بقت عبودية، والعبودية بقت حرية. البحث الدائم عن النفس اللي متسطر تحت فكرة الحرية الشخصية مدمر للعائلات. طب ازاي نقدر ننصح الاسر اللي بتمر في ازمات ربما قد تهدد بالطلاق؟ اول حاجة انه انا احب ان العائلات دي تدعي الرب شخصيا، تقول الرب تعالى زور بيتنا، تعالى صلحني وصلح شريك حياتي. وجود الرب في الحياة، وجود الروح القدس والشركة الروحية في البيت بتعمل فرق غير عادي. لو في عيلة بتصلي مع بعض وتعترف بضعفاتها قدام بعض، تطلب الرب، الرب لما يجي بيصنع سلام في البيت، بيصنع كل واحد بيطلع بره ذاته، كل واحد بيشوف الآخر بعينين المسيح. وجود المسيح وروح القدس في البيت يفرق، يحل مشاكل كتيرة جدا. الاحتياجات تسدد لما يكون الرب موجود في البيت. يعني جوز يحلو في عناية ومرات تحلو في عناية، لأن أراها بعينين المسيح. فندعي الرب في بيوتنا، ده حاجة مهمة قوي، نحصن بيوتنا من الأمراض دي بحضور الرب. الحاجة التانية، ما نستسلمش لفكرة إن مفيش أمل وخلاص إحنا جبنا آخرنا، دايما في أمل. الحاجة التالتة لازم أغير تفكيري إنه المصلحة هي الطلاق. لا، المصلحة مش هي الطلاق. الأفكار تولد مشاعر، والمشاعر تولد سلوك. فلما تجيني فكرة إنه الطلاق أحسن لي، فده يتسرب لمشاعري، فأبدأ أنفر من الطرف التاني وطلع بره حساباتي، وده يولد سلوك فأسعى للطلاق. لكن لما أصلح الفكرة إنه لا، مش الحل في الطلاق، إن أنا أجاهد عشان أقتني بيتي، دي معركة لازم أنتصر فيها، ففي أمل. الحاجة الرابعة إنه كويس إن إحنا نشوف حد يساعدنا، نشوف مشير، نشوف قائد روحي نحكي معاه يساعدنا في هذا الأمر. أنا بشكرك حضرة السيس، الكلام في الموضوع ده كتير صحيح، وأنا عارف إن مش ممكن هنقدر نعالج المشكلة مع كل الناس طبعا. هناك تعاليم واضحة للسيد المسيح في الكتاب المقدس، والمسيح عاوز ياخدنا للصورة الأصلية للجواز في ذهن الله وحسب خطة الله صحيح. لكن بسبب ضعفتنا وبسبب كثرة الشر من حوالينا تفشت الأمراض الروحية. أنا بعتبر الطلاق مرض روحي أكثر من أنه مشكلة صحيح أسرية، أصبح مرض اجتماعي كمان. والعلاج الأساسي أن احنا نرجع للمسيح، ومش هنقدر نعالج كل المشاكل في برنامج صغير زي كده نص ساعة طبعا. لكن في كثير من الأعزاء المشاهدين اللي عندهم مشاكل، ربما تحتاج عزيز المشاهد أو أختي المشاهدة إلى أخذ المشورة، ربما المشورة الاجتماعية أو المشورة الكنسية أو القانونية حتى، ربما تحتاجين مساعدة أو تحتاج مساعدة. من فضلكم ما تتأخروش، بمنتهى السهولة جدا إن احنا ننتهي بالطلاق. لكن إذا كنا نريد أن نستمر في الزواج ونحيا حياة صحية حسب مشيئة الله لخيرنا ولخير أولادنا ولخير مجتمعنا، فهذا موضوع شاق يحتاج إلى الكثير من العمل الشاق. حضرة القسيس أنا بشكرك جدا. شكرا لك حضرة القسيس. أنا هنهي الحلقة ديت بقصة صورة لوحة رسمها فنان رائع، رسم الصورة متكررة، ترابيزة كبيرة جدا مليانة من كل أنواع الأكل الفاخر جدا والمشهي جدا، نفس الناس اللي موجودة على الترابيزة موجودة في الصورتين، ونفس الأدوات اللي بيستعملوها في الأكل موجودة على الترابيزتين، لكن هناك فرق. ترابيزة قاعدة في منتهى التعاسة، والترابيزة الأخرى في الصورة الأخرى في منتهى البهجة. الفارق الوحيد أن شروط الأكل كانت محددة، الشوك اللي بيأكلوا بيها كانت طويلة جدا، والقانون بتاع الأكل على الترابيزة أن كل واحد لازم يستعمل الشوكة علشان يأكل بيها. ترابيزة حسوا أن الشوكة طويلة مش قادر أكل نفسي، فابتدت الكآبة تسودهم. الترابيزة التانية قرروا ان كل واحد هيأكل اللي قدامه، فكل واحد بياخد الشوكة ويأكل اللي قدامه، الكل يأكل وشبعان ومبسوط. لو اهتمينا كزوج وزوجة ان احنا نسعد بعضنا بعضا،
وكل واحد يهتم بما هو للآخر أكثر بما هو لنفسه، أعتقد أن ده يحل الكثير من مشاكل أسرنا اللي موجودة في المجتمع. أتمنى أن ربنا يساعدكم. لو محتاجين أي مساعدة، لو عندكم أي سؤال، من فضلكم اتصلوا بينا، أرقام التليفونات هتظهر على الشاشة. نحب نسمع منكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. الرب معكم.